عم بتوجعك؟ لا لا ما عم توجعني، طمني. لازم كل يوم نحط لها المرهم. كتر خير الست مريم اللي علمتك هالشغلة. علمتي ما؟ ايه وعلمتها كمان طولة لسان وكيف ترد جواب والوقاحة كمان، وهلا عم تقنعها لتتطلق من جوزها. بحلف لك وبقطع ايدي من هون انه هي ورا كل شيء. يلا روحي اتطلقي، والله راح تصفي بالشارع ولقمة الخبز ما تلاقيها. عم تسمعي؟ والله اذا بتسمح لي لمعي انا بتركك وبهج، ما راح ضل قعدت لكم بالبيت، سمعتيني؟ بس اترككم، فيكي تعملي اللي بدك اياه، بتروحي على المدرسه والجامعه على راحتك. ايه بدرس وبشتغل كمان. ها برافو برافو عليكي. قولي لي كيف بدك تحمي حالك بالله؟ ها؟ ما شفتي شو اللي صار لك وانت لساتك بنت؟ وانت بنت ما حلو عنك، كيف بعد الطلاق؟ اسكتي، قدرتي تمنعين عنك شيء؟ اخذوا منك اللي بدهم اياه، وانت ما قدرتي تعملي شيء. هلا الله اعلم شو بده يصير معك. خلصي ميسر خلصي. ميسر. ليكي مشان ما يتأخر مراد على المدرسة، روحي طالعي لي يروح الباص عليه. تصطف لي انت حرة، روحي اعملي اللي بدك اياه، أنا ما دخلني. مراد تعال هون. مراد جوا بالغرفة، ناطرك جوا. لك لا تخليها تعصب، لا تقولي قدامها رح تتطلقي. ليكي انت بتبكي وهي ولا على بالها. لا تبكي فاطمة أختي، لا تبكي. ليكي مرتي كان معها حق هالمرة، أنا ما قصي على الحكي اللي قالته. إذا اتطلقتي شو بدك تعملي يعني؟ ليكي مرتي بتعملها، بتركنا وبتروح، وقتها شو بدنا نعمل؟ شو بنعمل؟ أنا فيني عايشك شي؟ طبعا ما فيني، ما لي قدرة. وإذا صفيتي لحالك كل الناس رح تطمع فيكي أختي، وما رح تسلمي من لسان العالم. قولي لي لشوف شو بو كريم شب منيح، بعدين هو ما بده يزعلك، هو عم يعاملك كتير منيح. بعرف انه ما رح يضايقك، لهلأ ما ضايقك بشي حاجة. لا تعندي، ليكنا عايشين وعين الله علينا. اهدي اختي. لا تزعلي هلا مرتي، لانه انا كمان رح ازعل. اسكت لمعي. طيب ماشي انا رح اسكت، وعديني ما تتطلقي. خلصنا. ماشي وعديني لحتى اتطمن. بكفي. ها طيب ماشي يوس خلص. ها فاطمة شو رح تطبخي لنا اليوم؟ هيك رح نتأخر اليوم، رايحين نقدم على البكالوريا. لا ماني رايحة لمكان، خلص ما عاد بدي أدرس. شو صار؟ ليش بطلتي تدرسي؟ ما صار شي تطمني، ما عاد بدي، بطلت. شوفي إذا بدك تعملي هيك ما رح أسأل عنك أبدا، وقد ما كنتي متحمسة المرة الجاي أنا ما رح دير بالي عليكي أبدا، فهمتي؟ روحي حضري حالي. لحظة لا تنسي تجيبي معك هويتك وصورة شخصية كمان.